كيما قلت لكم عليكم الا دير لهم سكرين دوزوا الواتساب ابخي لا كونفيرماسيون سميه والكنيه والنيميرو التليفون كتوصلوا في جميع المدن المغربيه توصل مجاني لجميع المدن مرحبا والف الف مرحبا بالجميع دونك ما تنساوش البنات البارطاج ما تنساوش البارطاج عفاكم في لي جروب اللي عندكم في السوشيال ميديا ديالكم وبهذا المناسبه ما تنساوش رويال دي بيجو اللي الفيسبوك ديالها لاباج ديالها رويال دي بيجو 1 ديروا لها ابوني باش ديما تكونوا سباقين للهميزات ومع اللايف ديال اليوم ان شاء الله عامر تبارك الله بالهميزات كما كتشافوا كما كتشوفوا راه عندنا اليوم الحقيبه الورديه متواجده معنا اليوم في اللايف حقيبه الورديه ولا كما سموها الناس ديالنا ديال اللايف حقيبة الكنز مليئة بالكنز ومليئة بالمفاجآت ديروا لنا البنات بارطاج ان شاء الله الرحمن الرحيم خاتم ديال الخميسة واش الكبير ولا الصغير مرحبا اختي شيكا كاين خاتم ديال الخميسة مع لونسومبل ديال الخميسة 3 دي كاين موجود مرحبا والف الف مرحبا كما قلت لكم ما تنساوش ديروا البارطاج في لي جروب اللي عندكم في السوشيال ميديا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم كومسا نبداو اللايف ديالنا على بركة الله وصلوا لنا غير 100 الله يعطيكم الخير ولا 90 باش نبداو اللايف ديالنا ان شاء الله كما قلت لكم حقيبة الكنزة هي متواجدة اليوم ولا الحقيبة الوردية كاينة اليوم في اللايف البنات أثمنة جيجي مناسبة في الحقيبة الذهب تبارك الله تيشقشق عامره عامره تبارك الله ما عليكم الا ديروا السكرين باش نكتشفوا كاملين شنو كاين اليوم موجود لنا السي محمد من رويال دي بيجو في حقيبه الكنز ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي بهذه المناسبه تبيع الذهب 18 الكاره الخالص وباثمنه كما عودناكم جد جد مناسبه اثمنه امباطابل اثمنه اللي كتنافس بحقيبه الكنز وي اختي كاينه موجوده كاينه حقيبه الكنز اليوم راه رديناها لكم ان شاء الله ومليئه ان شاء الله بالمفاجات نكتشفوا كاملين شنو كاين في حقيبه الكنز غادي نبدا لكم غير بهذه المناسبه بلونز لي زونسومبل كيما عودتكم خفاف غادي ندوزو على ود شي براسليات ونكتشفوا كاملين حقيبه الكنز على بركه الله اختي زين بن سرين وعليكم السلام اختي منار شكرا تطقي لنا الناس هاد لونسومبل ديال المشاربي خطير جدا البنات اونسومبل كيتكون من ربعه ديال القطع لا باك تجي على هذا الشكل هذا غزاله مزيان والبوندونتيف اجمل واروع مع لي بوكل دو غايت الراقيات والبراسلي بالنسبه لهاد لونسومبل هذا الغزاله البنات كيبقى لكم 82000 ريال فيه لا باغ و لي بوكل و لو بوندونتيف 82000 ريال اللي هي 4100 درهم و لا بغيتو تزيدوا ليه البراسلي كيجي حتى هو رائع مزيان 76000 ريال البراسلي ديالو دونك 76000 ريال دونك اللي بغات دي لونسومبل كامله نجمع ليها التوتال بالنسبه لونسومبل كما قلت لكم فيه لا باغ و لي بوكل دوغي و لو بوندونتيف 82000 ريال اللي هي 4100 درهم اللي هي 410 ديال الاورو وبالنسبه للبغاسلي صحيح وغزال وانيق جدا كيبقى لكم 76000 ريال اللي هي 3800 درهم اللي هي 380 ديال الاورو اونسومبل غزال على بركه الله اونسومبل كيجي لهنايا لا 3 دي كتجي لداخل غزاله رائعه جدا كما كتشوفوا وفيه واحد السيغتاج خفيف ديال الحجر سيغتاج خطيط من لهنايا وخطيط من الجهه الاخرى كيجي انيق جدا ورائع وراقي اصحاب الذوق الرفيع اونسومبل غزال كما قلت لكم بثمن جد جد مناسب اللي بغاتو دير له سكرين ودوز نيميرو الواتساب 0613015373 ها هو كما كتشوفوه خلي لكم هنا 5 ديال الثواني ان شاء الله الرحمن الرحيم نحاول ندوز خفيف الله يعطيكم الستر باش اللي عجبتها شي حاجه تدير له سكرين ودوز ان شاء الله الرحمن الرحيم لاباج وتعاود تلقى تما اونجيستري تيبقى اللايف تما اونجيستري دونك غير ندوز خفيف باش نحلو كاملين حقيبه الكنز شكرا البنات على البارطاج هو اللايف ديالنا بدا تيطلع كما قلت لكم هاد لونسومبل ديال 3 دي انيق جدا ورائع كيجي فيه كتجي لا 3 دي غزاله ومسيرتيه سيرتاج خفيف بالجناب بالحجر دونك بالنسبه لونسومبل نعاود لكم فيهم الخاتم ولي بوكل ولو بوندونتيف كيبقى لكم 4100 درهم اللي هي 410 اورو اللي هي 82000 ريال وبالنسبه للبراسلي بوحدو كنعزلو لكم بوحدو اللي بغات تزيدو اللي بغات تاخذ لونسومبل مره اخرى عاد تزيد لونسومبل مرحبا اللي بغاتو كامل ونقسمولها على جوج المرات مرحبا دونك 76000 ريال بالنسبه للبراسلي باش كيبقى بوحدو 76000 ريال اللي هي 3800 درهم غنخلي لكم هنايا ثلاثه ديال الثواني باش كنحاولوا ندوزو كاملين خفاف على هاد لونسومبلات وندوزو لحقيبه الكنز مرحبا والف الف مرحبا بالجميع دونك مع لونسومبل الثاني اليوم في اللايف ديال اليوم اللي بهذه المناسبه اللايف ديال الاحد الجميل لايف غزال ان شاء الله ومليء بالمفاجات لايف ديال الحجر روزاس شي حاجه خطيره جدا شي حاجه رائعه لونسومبل ديال روزاس لالا خطيك اختي تحياتي تا حنا من هنا ديال الناس ديال خنفرة لالا رانيا بالحسن مرحبا بك وشكرا على التحية والتقدير هاد لونسومبل ديال الروزاس البنات تا هو خطير جدا كما قلت لكم فيهم
روزاس اوريجينال كيجي البوندونتيف على هذا الشكل هذا غزال رائع، ولي بوكل دوغاي كيجيو على هذا الشكل، والبراسلي كيجي على هذا الشكل. بالنسبه للثمن ديالو كيبقى لكم لونسومبل بوحدو كما قلت لكم فيهم الخاتم والبراسلي والخاتم ولي بوكل والبوندونتيف، كيبقى لكم ب 4800 درهم اللي هي 96000 ريال. وبالنسبه للبراسلي بوحدو كيبقى لكم ب 90000 ريال اللي هي 450 ديال الاورو اللي هي 90000 ريال اللي هي 4500 درهم. دونك انا نعاود لكم الثمن كومسا كلكم باين شي حاجه غزاله شي حاجه تضخيم اعلى شي حاجه رائعه جدا. بالنسبه للونسومبل كما قلت لكم بوحدو كيبقى لكم ب 96000 ريال اللي هي 4800 درهم اللي هي 480 ديال الاورو. والبراسلي كيبقى لكم ب 4500 درهم اللي هي 90000 ريال اللي هي 450 ديال الاورو. ديروا لو سكرين دوزون بريفي 06/31/01/35/73. عشاق الروزاس شي حاجه اونسومبل خطير جدا، اونسومبل غايه، والروزاس راه شاكر راسو ما عندي ما نزيد نشكر فيه، رائع جدا وانيق في اللبسه ديالو. مرحبا والف الف مرحبا بالجميع. اونسومبل اليوم ديال الخميسه يتالق، هو الاخت اللي سولات على الخميسه، غنعطيك الخميسه مسيرتيه بالحجر ونعطيك الخميسه في تخوات ديما فيها حتى حجره. مرحبا والف الف مرحبا. اونسومبل ديال الخميسه كيجي على هذا الشكل هذا. شكرا على التحيات، شكرا على التعاليق الجميله، الله يكبر بكم كاملين، الله يخطيكم البنات، وشكرا كتعاونوا معنا وكتبارطاجيو معنا وكمساندينا في لاف المحل لاف عبر جميع ربوع المملكه، وانسي كو الديار الاوروبيه والديار الامريكيه وجميع بلاد المهجر. تحياتي من هذا المنبر هذا للناس ديال المهجر والناس ديال البلاد على الخصوص. مرحبا والف داك ديما طوب معامله وجوده المعقول. اختي الفردوس الاعلى السلام عليكم خيسي محمد، ديما طوب معامله وجوده المعقول، لا يخطيك اختي فردوس. شكرا على التعليق الجميل، تعليق تعليقات اللي صراحه تيفتحوا الشهيه وكيخليونا ديما نعاودوا لكم نعاودوا نرجعوا عندكم بلايفات خطيرين. مرحبا والف الف مرحبا. سيريدا محمد السلام عليكم، باش كتعرفوا الدب؟ الله يجازيكم بخير، اللي كيعرف يجاوبني. باش كتعرف الدب اخويا؟ الا مريض اخويا راه كتمشي عند الطبيب، دونك بغيت تعرف الدب غدوز عند الدايبي اللي هو معاك دابا كيهضر حاليا سي محمد من رويال دي بيجور. الاختصاص ديالنا بيع الذهب 18 الكاره، وكنديروا التوصيل المجاني لجميع المدن المغربيه. مرحبا والف الف مرحبا. دونك عندك جوج الحويجات اخويا سي محمد باش تعرف الدب واش كاين موجود واش ذهب ولا لا. دونك الطابع كما كنقول لكم الطابع راه ديما كاين في الذهب ديال الديوانه. وثانيا راه لو روسي اللي كنعطي لكم راه ما كناخذو حنايا حتى تنديروا الاجراءات ديالنا، ويستحيل اخويا الحمد لله راه السمعه فائقه ومعروفه وكلشي. مرحبا بك بالجميع اخويا، ما تنساش دير لنا ابوني صراحه ديالكم ديما طوب. لا يخطيك ام محمد، وشكرا على التعاليق الجميله، مرحبا والف الف مرحبا. دونك كما قلت لكم البنات هذا لونسومبل ديال الخميسه رائع جدا، كيجي على هذا الشكل هذا، فيه لا باغ لو بوندونتيف او لي بوكل دوغي، اونسومبل خفيف للاستعمال اليومي. كيبقى لكم الثمن ديال 63000 ريال اللي هي 3150 درهم، 3150 درهم اللي هي 63000 ريال. سمحوا لنا البنات ما نعرفش الخوات التصويره فلو شي شويه، نحاول نزكي يدي تري بيان. اختي ميسون الجرام اليوم عندي ابارتير من 390 درهم في حقيبه الكنز، مرحبا. 390 400 درهم في المدينه انتم. لالا سعيده كنتواجدوا بمدينه خنيفره اختي، وبالضبط قيصريه جواره رقم محل ديالنا 56، وكنديروا التوصيل مجاني لجميع المدن المغربيه. ديري سكرين الكارت فيزيت ديالنا ودوزي اون بريفي 06/31/01/35/73 ومرحبا اختي. الثمن ديال هاد الكولي وفين عندك المحل؟ راه جاوبت على فين عندي المحل لو كولي. واخا بالنسبه لهاد لونسومبل اختي راه كيبقى لك 63000 ريال اللي هي 3150 درهم. مرحبا والف الف مرحبا، ديروا لو سكرين اون دوزون. دونك لونسومبل الغزال ديال الفان كليف شي حاجه رائعه، الفان كليف لا يعلى عليه، الذوق الرافع شي حاجه توب دي توب. مرحبا والف الف مرحبا كما كنقول لكم، شي حاجه غزاله ومرحبا. نحاول نقرب غير هادي لهنايا. دونك بالنسبه للفان كليف تيجي على هذا الشكل هذا، اونسومبل خطير جدا، اونسومبل العشاقات، اونسومبل ديال شي حاجه كلاس شي حاجه اوريجينال. مرحبا والف الف مرحبا. غيانا دير
بغاتها بلا لونسومبل بلا بلا كنحيد غير لي براسلي ولا لي غورميت، مي لو زونسومبل كيمشيو كاملين 2900 درهم بالنسبه لا غورميت. مرحبا و الف مرحبا، ها هو خلي لكم هنايا ثلاثه الثواني ديروا لو سكرين او دوزون بريفي. مرحبا و الف الف مرحبا بالجميع. واحد جوج ثلاثه. بالنسبه للونسومبل ديال الفيس شي حاجه غزاله، فيس مخلط بالكلو شي حاجه رائعه وشي حاجه فريمون توب دي توب. كيجي البوندونتيف ديالها حتى هو على هذا الشكل، وكيجي داك الكلو لداخل كما كتشوفوا فيه، ولا اولو لا باك شي حاجه عريضه وروبست وعامره من الداخل. بالنسبه لي بوكل كيجيو طراقيات على هذا الشكل هادي، والبراسلي غزال وانيق جدا. كاين لو كلو وكاين هذا اللي بغاته مرحبا، كاين لو كلو الا بغات دير لونسومبل معاه لو كلو كيجي، الا بغات دير معاه الفيس كيجي، ولا بغات ديرها هو لو كلو بهذه المناسبه كيجي على هذا الشكل هذا الوسطاني هذا. دونك تيمشيو هاد لي جوج لي زونسومبل، هاد جوج ديال لي براسلي كيمشيو مع هاد لونسومبل، كيجي رائع جدا. كيما قلت لكم بالنسبه لونسومبل فيه لا باك ولي بوكل و لو بوندونتيف، كيبقى لكم ب 122 الف ريال اللي هي 6100 درهم اللي هي 610 ديال الاورو. وبالنسبه للبراسلي، البراسلي كيبقى لكم ب 86 الف ريال اللي هي 4300 درهم. مرحبا، ها هو عندكم لونسومبل كامل هنايا، لونسومبل خطير رائع جدا. الذهب تيشقشق تيشعل ما كان غيان هادي خويا. شكرا للا ام محمد على التعليق ديال خويا، ان كانت عندي ابرز معجبين هاد السيمانه حيد ديما كنتفاعل مع اللايفات ديالكم. شكرا على التعامل ديالكم حتى على التفاعل ديالك اختي، مرحبا ما ردوا لك في ساعه الخير. سلام خويا تبارك الله، الجوده واثمنه مناسبه. شكرا. لا لا يخطيكم، تحفتوني اليوم جاب والله ما كرهت نجمع هاد دابا هذا ونحطو شي رفيسه ونجمعو عليها وجمعو طويقة نفرحو حنا بهاد التعاليق ديالكم. لا لا يخطيكم علينا. مرحبا والف الف مرحبا. كما قلت لكم هو لونسومبل ديال الفيس شي حاجه خطيره جدا، الفيس مخلط مع الكلو شي حاجه اوريجينال، تيبقى لكم ب 6100 درهم اللي هي 122 ريال اللي هي 610 الاورو. وبالنسبه للبراسلي كيبقى لكم بثمن جد جد مناسب 86 ريال اللي هي 4300 الدرهم. مرحبا والف الف مرحبا. حريم السلطان الاخوات الكريمات، كاين بالاحمر الملكي والاخضر الملكي، اونسومبلات غزالين، اونسومبلات كيبقاو شي حاجه رائعه. وعليكم السلام اختي جنان جنان، اهلا على السلامة، على السلامة شاد الغبور. تعطلتي. دونك بالنسبة لونسومبل الخضير الدار كيجي على هذا الشكل، هذا فيه لاباك وفيه لي بوكل وفيه البوندونتيف ولاشين الكوغميت ديالو، كتجي على هذا الشكل، فيها سلسلة ديال شوبار كتجي غزالة رائعة جدا. وبالنسبة للذوق اللي بغى الأحمر الملكي ولا الدم غزال كنقولوا له حنا الدم غزال، كيجي غزال حتى هو في اللبسة ورائع جدا. كيجي البوندونتيف في هذا الشكل كيما هما. دونك ديروا لهم سكرين، أنا نقول لكم الثمن ديالهم، ديروا لهم سكرين ومرحبا وألف ألف مرحبا. دونك بالنسبة لهذا لونسومبل فيه لا باك ولي بوكل أو لو بوندونتيف أو الدبلون كيبقى لكم ب 82 ألف ريال اللي هي 4100 درهم اللي هي 410 ديال الأورو. وبالنسبة لا كوغبات كنقول إلا بغات تزولها من لونسومبل نقول لك الثمن ديالها بوحدها، إلا بغيتي تزوليها هي كتبقى لكم هي غير ب 1800 درهم لا كوغبات اللي هي 36 ألف ريال. مي أنو با غاتي هاد لونسومبل بلا كوغبات ديالو، غزال جدا، بروموسيون خطيرة اليوم. دونك اللي بغاتو بالاحمر الملكي والاخضر الملكي ها هما بجوج موجودين. مرحبا و الف الف مرحبا. 82 الف ريال اللي هي 4100 درهم لونسومبل، وبالنسبه لا كوغميت 36 الف ريال اللي هي 1800 اورو. مرحبا، موجودين بجميع الاشكال والانواع. مرحبا و الف الف مرحبا. اللي بغات الكبير ديالو كيجي على هذا الشكل هذا، خطير جدا الكبير ديالو، اونسومبل الكبير في حريم السلطان كيجي على هذا الشكل. لاباك تجي غزاله ومعمره اليد اللي كتعشق الحلقات الكبار، كيجيو معمرين كيجيو على هذا الشكل، شي حاجه كبيره فريمون وغاليه وصحيحه. الخاتم روبست، الحلقات ما تذكروش على السويرتات، شي حاجه اوريجينال، شي حاجه خطيره جدا. كيبقى لكم بثمن جد جد مناسب ليا 146 الف ريال هذا الكبير، 146 الف ريال اللي هي 7300 درهم اللي هي 730 ديال الاورو. مرحبا و الف الف مرحبا، كلشي موجود ومرحبا بالزبناء الكرام. لا تخوات دي كتجي على هذا الشكل هذه، تخوات دي مدوره كتجي الخاتم فيها غزال جدا، ولو بوندونتيف حتى هو كبير، ولي بوكل كيجيو على هذا الشكل هذا، فيها هاد الكوغميت اللي بغاتها بالكوغميت ولا بالكوغميت مرحبا. دونك بالنسبه للاونسومبل فيه لا باك ولي بوكل ولو بوندونتيف، كيبقى لكم 82 الف ريال في بلاصه 96 الف ريال لا بروموسيون اليوم، 82 الف ريال اللي هي 4100 درهم اللي هي 410 الاورو. وبالنسبه للا كوغميت كتبقى لكم غير 28 الف ريال اللي هي 1400 درهم.
دونك ديروا لو 3 دي هو غزال كيبقى شكل رائع جدا، كيبقى شكل مثالي. مرحبا والف الف مرحبا. كما شفتوا انا كنزرب باش ندوز لكم لي زونسومبل كامل باش ما تقنطوش منه. مرحبا والف الف مرحبا. وباش نحلوا حقيبه الكنز الاولى، الحقيبه الورديه مليئه بالمفاجات ومليئه بالهموس. مرحبا والف الف مرحبا. دونك بالنسبه للشكل 3 دي الثاني اللي غنقترح عليكم، 3 دي على شكل وريضه كيجي على هذا الشكل هذا غزال جدا باين. كتجي البوندونتيف ديالو على هذا الشكل هذا، وريضه بوندونتيف 3 ديال الداخل والوريضه في الجناب. لاباك كتجي على هذا الشكل هذا، ولي بوكل طراقيه شي حاجه غزاله وانيقه جدا. عشاق الذهب، عشاق الذهب 18 خويا. الا بغيتي سلسله وطوينكات شحال الثمن؟ ام محمد دوزي عند اختك نبيله، او مرحبا والف مرحبا. هانتي غير اللي عجبك في لي زونسومبل ديري لهم سكرين، وغادي ما 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 ما, ما غاديش ما غاديش نتحاشموا ان شاء الله الرحمن الرحيم. اونسومبل قلوي لا صار، انا جاي ندوز لي زونسومبل دغيا دغيا انا ندخل للقلوي. مرحبا. دونك ديروا سكرين للخوات دي كيجي على هذا الشكل هذا، نقول لكم غير الثمن ديالو ندوز الكارتي للقلوي. مرحبا. اونسومبل ديال الخوات دي على هذا الشكل هذا كيبقى لكم ب 4700 درهم، اللي هي تقريبا 94000 ريال. غزال جدا انيق جدا. مرحبا والف الف مرحبا. لونسومبل القلوي اختي هو موجود عندي القلوي، شي حاجه رائعه، شي حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن، شي حاجه انيقه جدا. القلوي كيجي البراسلي ديالو هذا ما فيهش البراسلي، فيه لا غورميت ديال اليد، كيجيو فيها جوج ديال لي بول هكا. وبالنسبه للبوندونتيف كتجي رائعه جدا. مرحبا والف الف مرحبا. ها هو ديري ليه السكرين اختي. وبالنسبه للي بوكل هادو كيجيو سونتر مزيان على المقاس، كتجي غزاله. بالنسبه لونسومبل كيبقى لكم فيه لونسومبل كنذكر فيه لا باغ ولي بوكل ولو بوندونتيف، كيبقى لكم بثمن غير 135000 ريال، اللي هي 6750 درهم، اللي هي 675 الاورو. وبالنسبه لا غورمات كتبقى لكم 2000 درهم، اللي هي 40000 ريال. لا غورمات بوحدها اللي بغات تزولها اللي بغات تزيدها مرحبا، راه 2000 درهم دايره. ها هو ديري لي سكرين اختي ومرحبا بك. اونسومبل ديال الفان كليف بالبراسلي خطير جدا، اونسومبل ملكي، اونسومبل انيق جدا. لو فان كليف لا يعلى عليه، كيبقى اونسومبل طوندونس، اونسومبل ديال التضخيم الاعلى، اونسومبل ديال مجوهرات ملكيه للملكات. مرحبا والف الف مرحبا. اونسومبل كيجي على هذا الشكل هذا، لو بونونتيف كيجيو فيه 6 ديال لي فان كليف مدورين مسيرتين بالحجر، مع دوك لي بول بالجناب ديال باش لونسومبل اوريجينال. لا باك حتى هي كتجي على هذا الشكل هذا، خطيره جدا ورائعه. وبالنسبه للحلقات الرقيات الفان كليف خطير جدا، ولاشين فيه درت لكم هذا بوحدو اللي درت لكم فيه لاشين، فيه لاشين زويونه لاشين 750. بالنسبه للونسومبل ديال الفان كليف كيبقى لكم تقريبا غير 150000 ريال بلاشين ديالو. اللي بغات نحيد لها لاشين نحيد لها لاشين 150000 ريال، اللي هي بالدرهم 7500 درهم. وبالنسبه للبراسلي كيبقى لكم ب 6500 درهم، هذا 130000 ريال، اللي هي 650 ديال الاورو. اللي بغات تزيد البراسلي معاه مرحبا، اللي بغات تحيدو مرحبا، اللي بغات لاشين مرحبا، اللي بغات تحيدها مرحبا. اللي عبدك الخاطر ديروا له سكرين. اونسومبل ديال الفان كليف لا يعلى عليه، شي حاجه التضخيم الاعلى، شي حاجه فوقانيه. مرحبا والف الف مرحبا بالجميع. لا تخوات ديال غزاله جدا رائعه هاد لونسومبل هذا ديال التخوات ديال اللي غادي نعطيكم دابا. اونسومبل انيق جدا في اللبسه ديالو، سامبل او طوندونس ورائع، والحلقات كيجيو طوالين هنا هذا الشكل هذا. ولو بوندونتيف حتى هو غزال وصحيح، كيجي فيه هذيك التقويسه ملي كدوز لاشين. وبالنسبه للاباك روبوست، الحلقات الرقيات ما كاين ما نقول لكم. وبالنسبه للثمن احلى واروع، 3700 درهم الثمن ديالو، اللي هي 74000 ريال، اللي هي 370 ديال الاورو، 74000 ريال. واللي بغات البراسلي ديالو كيبقى لكم ب 77000 ريال، فيه بروموسيون خطيره ديال 4000 درهم، ولا ب 77000 ريال، اللي هي 3850 درهم البراسلي. اللي بغات تزيدو مرحبا، اللي بغات تزولو مرحبا. ها هو ديروا له سكرين. اونسومبل خطير ديال 3 دي انيق جدا ورائع. مرحبا والف الف مرحبا بالجميع. دونك هاد التشكيله الخطيره البنات ديال البراسليات اقترحت عليكم اليوم، جوج ديال لي فان كليف وسطهم واحد ديال الكلو، غزالين ورائعين وانيقين في اللبسه. مرحبا والف الف مرحبا. كيجيو لي فان كليف
بجوج وكيجي لك لول داخل كتجي خطيره اللبسه ديالهم كتجي انيقه. دونك حيت لكم غير الكارتي بلاصه ما ندير لكم كارتي كلو فان كليف درت لكم هاد التشكيله فيها اليوم جوج ديال لي فان كليف مع براسلي ديال الكلو خطير جدا وانيق في اللبسه ديالو ورائع وكتخرجي مع عندك من داك الشكل الاعتيادي ديال لي براسلي وكيعطي رونق وجمال خطير. بغيتي تزيدي لهم لابانك ديال الفان كليف كاينه، بغيتي تزيدي ليه لاباك ديال الكلو كاينه، كلشي موجود عند رويال دي بيجو باثمنه جد جد مناسبه. بالنسبه لهادو كيبقاو ب 17000 درهم اللي هي 1,140,000 ريال اللي هي تقريبا 1700 ديال الاورو. خطيرين ثلاثه ديال البراسليات معمرين اليد وانيقين في اللبسه. دوري لهم سكرين ودوزون بريفي. مرحبا والف الف مرحبا بالجميع. الناس ديال الاناناس عشاق الاناناس، الاناناس متواجده عند رويال دي بيجو بجميع الاشكال وجميع الانواع وجميع التشكيلات اللي ممكن تلقاها في السوق كاينه اليوم باثمنه. دونك الخاتم ديال الثلاثه لو بوندونتيف اولي بوك الان نديرهم لكم كاملهم في يدي. الاناناس عشاق الاناناس الموديل الذي لا يموت اللي ما تيحشمش والنباله وحتى البراسليات الثلاثي هاد البراسليات موجوده. اناناس غزاله جدا اللي بغاتها مرحبا والف الف مرحبا. بالنسبه للونسومبل فيه كما قلت لكم لا باغو لي بوك لو بوندونتيف كيبقى لكم غير ب 96000 ريال اللي هي 4800 درهم. لاباك ديال الثلاثة البنات شي حاجة صحيحة والبوندونتيف غزال ولي بوك الطراقيات 4800 اللي هي 480 اورو فيه البراسلي ولي بوك ولي بوندونتيف. واللي بغات تزيد له النبالة، النبالة كتبقى لكم ب 72000 ريال كتجي على هذا الشكل هذا عامرة جدا وصحيحة وروبوست. 72000 ريال النبالة اللي هي 3600 درهم اللي هي 360 ديال الاورو. بغيتي ديري لها البراسليات كيبقاو لك ديال الخمسة ديال اللويات شي حاجة غزالة جدا كتجي عامره اليد وكتجي انيقه جدا. اللي بغات تزيد له البراسليات ديال خمسه ديال اللويات كيبقاو لكم غير ب 8500 درهم اللي هي 850 ديال الاورو اللي هي 170000 ريال البراسليات. بغيتي تحيدي هاد النباله هادي وديري غير واحد البراسلي من هادو حتى هي راه بوسيبل مع رويال دي بيجو مرحبا و الف مرحبا. ديك الساعه 8500 درهم ديفيزي باغ 3 تعطينا الثمن ديال هاد البراسلي ونزيدو لك لونسومبل. دونك غير اللي كانت مهتمه بلونسومبل ديال الاناناس راه موجود. السلعه عندي فيها كثيره تبارك الله راه دخلت الاناناس على الجد. مي باش ما نضيعش الوقت وباش ما نحطش بزاف الطبله كنحط لكم غير بياسه بياسه من الحاجه. مي ستوك عامر سبريمو عامر بالاناناس موجوده اليوم دخلت على الجد مرحبا و الف الف مرحبا. اللي بغات شي حاجه في الاناناس دير لها سكرين ودوزهم بخيفي 06/31/01/35/73 مرحبا و الف الف مرحبا بالجميع. اناناس كيبقى موديل رائع كيشهي كيحمق اونسومبل غزال مرحبا و الف الف مرحبا. وهاد الثلاثيه الخطيره ديال السبعه ديال خمسه ديال اللويات كتجي فريمون معمره اليد وغزاله جدا. ديروا لهم سكرين ودوزهم بخيفي مرحبا و الف الف مرحبا بالجميع. القنطرة هي متواجدة بجميع الأشكال اليوم دخلت القنطرة على الجهد مرحبا و ألف ألف مرحبا. القنطرة اللي ما كانتش تقادت لينا راه دخلت اليوم تبارك الله. هاد الموديل هذا الصراحة ما تيحشمش أونسومبل خاطر لا كلاس شي حاجة كتبقى زوينة كيما لاباك فيه كتجي على هاد الشكل هذا. لي بوكل كيجيو تاهما طراقيات وصحاحين فريمون صح ندير في ودنك ما تحيديهمش نفيكسيهم ليك اون فوا بوغ توت ما تحيديش من عنقك. وبالنسبه للنباله كتجي على هذا الشكل هذا اونسومبل ديال القنطره رائع جدا وغزال. ها هي قنيطرات زويونين حتى هو السامبل. هذه النباله ديال جوج فيها لاباك ديال جوج لي بوكل كيجيو على هذا الشكل ولو بوندونتيف غزاله جدا. القنطره كتبقى من اروع الموديلات اللي مكتسحه السوق شي حاجه فريمون اوريجينال مرحبا و الف الف مرحبا بالجميع. ديروا لها سكرين بالنسبه للثمن. دونك نجبد لك في لافيش ديال القنطره. بالنسبه للقنطره كتبقى لكم لونسومبل فيها لا باغ كتبقى فيها لا باغ ولي بوكل و لو بوندونتيف كيجيو على هذا الشكل هذا. بالنسبه للونسومبل كيبقى لكم غير ب 4000 درهم في بلاصه 4400 درهم. 4000 درهم اللي هي 80000 ريال اللي هي 400 ديال الاورو. وبالنسبه للنباله ديال الجوج كتبقى لكم غير ب 69000 ريال اللي هي 3450 اورو. النباله كتجي على هذا الشكل هذا غزاله رائعه وراقيه 3450 درهم اللي هي 345 الاورو اللي هي 69000 ريال. وبالنسبه للثلاثيه كتبقى لكم غير ب 8000 ثلاثيه ما بقاتش ب 8500 ولات ب 8400 اللي هي 168000 ريال ثلاثيه. الا بغيتي تحيدي غير واحد من هاد الثلاثيه وتزيدي لونسومبل نحيدوك ونحيد لك النباله ديال الجوج ونجمع لك لو توتال مرحبا و الف الف مرحبا. دونك ديروا لهم سكرين القنطره راه موجوده في ستوك والاناناس موجوده تبارك الله. الله يقوي الخير ومرحبا و الف الف مرحبا بجميع زبناء الاوفياء مرحبا و الف الف مرحبا بالجميع. دونك هادي مع هادي هادي مع هادي
ما تنساو ليش لونسومبل ديال لويزا البنات خطيرين جدا، لويزا ديال الفروج، لويز البلدي، شي حاجه ديال 21 كاره، شي حاجه غزاله، الحلقات ديالها كيجيو على هذا الشكل هذا، فريمون شي حاجه ديال الكنز، شي حاجه زينه وخزينه، شي حاجه اللي تخلي الاولاد ولاد ولادك لاباك تجي على هذا الشكل هذا. انا جبت لكم كاع الشكيلات ديالهم. وبالنسبه للبوندونتيف درت لكم اليوم البوندونتيف الغزال اخر ما كاين، مرحبا و الف مرحبا. دونك تشكيله خطيره ديال الانصومبل ديال لويز، مرحبا و الف مرحبا بالجميع. لي بوكل دو غاي هما هادو كيجيو على هذا الشكل هذا، بالنسبه للاباكا هي، وبالنسبه لاشين كتجي على هذا الشكل. اللي بغات شي حبه من هادو كان هادي لاشين، كيجي فيها اللويزه ديال الفروج على هذا الشكل مسيرتيه بالحجر، كيجي فيها الديكور الجديد الغزال بسلسله شوبار صحيحه دومي سوطوار، كتبقى لكم ب 8100 درهم، 8100 درهم اللي هي تقريبا 800 ديال الاورو، اللي هي 162000 ريال. بالنسبه لاباك كتجي صحيحه فريمون روبوس، وكتجي على هذا الشكل هذا غزاله، كتبقى لكم ب 126000 ريال اللي هي 6300 درهم. غزاله فيها جوج ديال التخريمات ماشي ديال الواحد، صحيحه كتجي انيقه جدا، واللويزه ديال 1910. بالنسبه للبراسلي كيبقى لكم بمليون و10 الاف ريال اللي هي 11500 درهم، اللي هي 1050 ديال الاورو. براسلي عريض وصح، واللي بغى يجرب ويجي يسيي ويشوف ويبرك ويطلع ويدردق ومرحبا وما كاين حتى مشكل، ما نتقلقوا والو ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاو ما اللي عجبتها شي اون شي حاجه من ديال لويزا، مرحبا و الف الف مرحبا، ديروا لهم سكرين او دوزون بريفي. لويزا كيبقى الموديل القديم الجديد، دونك شي حاجه اللي كانت في عهد ديال والدينا ووالد والدينا وجدودنا، ورجعت دابا طوندون، شي حاجه خطيره في اللبسه، شي حاجه انيقه ورائعه. بهذه المناسبه الناس اللي انضموا معنا جداد كنتمع لكم الا ديروا الغوايل دي بيجو ابوني، باش بهذه المناسبه ديما يطلع عندكم لي لايف ديالنا. مرحبا و الف الف مرحبا، راه موجوده لويزا ان شاء الله الرحمن الرحيم، موجود الخير فيها حتى هي، راه موجوده في ستوك، اللي بغات شي حاجه مرحبا و الف الف مرحبا بالجميع. نزيدكم هذه النباله باش نحلوا حقيبه الكنز البنات، مسيدوا معنا البارطاج باش نكتشفوا الحقيبه الورديه كما كتشوفوا تمايا، ولا حقيبه الكنز راه مليئه بالمناسبات، مليئه بالمناسبات، مليئه بالمفاجات. دونك النباله ديال الحضور البنات، هالمناسبات قرابي ان شاء الله الرحمن الرحيم، النباله ديال الحضور خطيره جدا. بالنسبه لهاد النباله هذه كتجي على هاد الشكل هذا، والتخرام رائع، والدرب تيشعل حتى تشقشق، مليون و 18000 ريال اللي هي 10900 درهم، اللي هي 1990 ديال الاورو. وبالنسبه للاباك غوبوست، وشي حاجه مدوبله من الداخل، وشي حاجه كانت ب 90000 ريال ردينا لكم هي ب 4100 درهم، اللي هي 82000 ريال. مرحبا و الف الف مرحبا بالجميع. دونك انا ندوز لكم البنات حقيبه الكنز، نحيدوا هاد لي زونسومبل ونحلوا الحقيبه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونحاولوا نكتشفوا كاملين شنو كاين في الحقيبه. مرحبا و الف الف مرحبا بالجميع، زيدوا لنا البارطاج البنات، بسم الله وعلى بركه الله. حقيبه الكنز كما قلت لكم اليوم مليئه بالمناسبات، في مليئه بالمناسبات، وانا راه باغي شي مناسبه مليئه بالمفاجات، ما حفظتش الدرس اليوم مزيان ياكو. دونك الحقيبه فيها تسريت لسباعيه ديال العظم، شي حاجه خطيره جدا. مرحبا، انا غادي نحط الميزان وندوز لكم كل حاجه بوحدها. مرحبا، صبروا غير معنا شويه وزيدوا لنا البارطاج. براسليات ديال ثلاثه خطيرين، مرحبا و الف مرحبا، نباله غزاله ما شاء الله، نباله ديال البنانة شي حاجه رائعه، وشي حاجه 750 فوقانيه كما قلت لكم. مرحبا و الف الف مرحبا، نباله ديال التخرم مضوبله اليوم ان شاء الله.